باغي نرقص باغي نمرح لا حد الفرصه متاحه هذه الدنيا كلها مسرح ومرايته لمعه فضاحه العزيز مسعود بوحسين أهنئك بهذا التكريم لأنك تستحق إنه عربون مودة وتقدير أهنئك على جهودك الصادقة والعميقة والخلاقة خدمة لهذا المجال الذي نحن فيه وعلى حسن تدبيرك لملفاته الشائكة والمربكة أخي مسعود لقد دخلت المسرح عبر بواباته المشروعة للمشرعة وتدرجت من الهواية للغواية إلى الاحتراف لا الانجراف حتى رسمت بصمتك عن دراية وعن كتب لا عن هرولة وتسيب كاتبا ممثلا ومخرجا بهدوئك الوازن والرصين وبشراستك الوديعة أخي مسعود أنت تعرف أنني لم أشتغل مع الآخرين كثيرا ولكم أنا فخور بالشغال معك كممثل في لمسة وفاء في حق الراحل الطيب صديقي في مهرجان الشارقة ثم في عرض ترنيمة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي بتطوان رفقة نخبة من خيرة الممثلات والممثلين أخي مسعود لقد عشنا معك لحظات إبداعية ستظل راسخة في الذاكرة وفي القلب لحظات تصاعدت فيها درجات الإحساس بنشوة المسرح أخي مسعود أنت تعرف معنى الفرق بين من يشتغلون في المسرح ومن يشتغلون بالمسرح ومن يشتغلون للمسرح في المسرح بالمسرح للمسرح وتعرف أن المسرح ومهما اختلفت الرؤى والمفاهيم أو النوايا والمصالح المقاصد والنزوات الأجيال والتجارب كل هذه الفصائل تبقى مجرد عربات هي بحاجة دائما إلى القاطرة كي تتحرك وتتطور ولا أعتقد أنه من باب الصدفة أن يقع عليك الاتفاق والاختيار لتكون رجل هذه المرحلة أخي مسعود لكم نحن سعداء بك هذه الليلة لا لكي نمجدك أو نهنئك على ما فعلت بل لكي نعبئك أكثر ونورطك في عبء تحمل هذه المسؤولية الشاقة والمرهقة مع التأكيد كما أقول لك دائما ألا يشغلك التدريس بالمعهد خدمة لتكوين الأجيال اللاحقة وألا يستحوذ عليك العمل النقابي رغم أهميته حتى لا يؤدي ذلك إلى تغييب شأنك وكفاءتك كمخرج وكممثل واعد بالتألق والإشراق أخي مسعود باسم المسرح وباسم كل الرموز والتجارب باسم جيل الرواد وجيل القنطرة وجيل الأمل ندعو لك بالتوفيق في مساعيك الهادفة والنبيلة كي يعود للمسرح اعتباره وتنتزع حقوقه المبعثرة بين سطور المناظرات والتوصيات وإكراهات ذوي النوايا المحبطة والقاصرة عن إدراك أهمية المسرح ودوره في الارتقاء بمعنى الوجود في تهذيب الذوق والسلوك وأنه بالثقافة عموما وبالمسرح خصوصا باعتباره سيد العلوم والصناعات والفنون فإما أن نكون أو لا نكون